صعب نوضح. اسمي الحقيقي كارمينا كارتولانو، بس كان طويل قوي وقسيته في النص وزودت الكيو كده بقى كارم كارت. ماشي في المدينة عامة بصور، وبصور المباني، بصور الناس، بصور اللي حواليا، بصور كل حاجة اللي هي بتشد انتباهي. لقيت نفسي بصور كتير قوي عن مصر، عن القاهرة، وفكرت ان في حاجات ناقصة في المباني. يعني المباني لونها كلها حزينة شوية، رمادي. لقيت ان وسبها طبعا تحفة، يعني فيها تاريخ في المباني وفي الاركيتكتشر، يعني رهيبة. فيها مثلا إيطالي وفرنساوي ومصري طبعا إسلامي. بس أنا شايف برضو ساعات إن في حتة المباني فاضية وكأنها لوحة، وفكرت إن ممكن نزود حاجات عليها، نزود جمال من غير ما نبقى نزود ألوان كتيرة وشديدة. لا، حاجات أبيض وأسود، حاجات خفيفة بس بتدي طعم للمكان. كده الناس لما بتمشي في الشارع ممكن تستمتع بمنظر أو رؤية مختلفة وجميلة. في الأول أنا بدأت مع فريد أستير وكولين باول، الناس اللي هي أمريكية. أنا ما كنتش عايز أحط مصريين عشان كنت عايز اعمل نوع من التناقض في المدينه. يعني بالنسبه لي القاهره مدينه اللي فيها تناقضات كتير قوي، وانا كنت عايز اخلي نفس الشيء في صوري. وحصل الفرصة جات لي لما الأستاذ عزة أبعوف توفى، وأنا عملت له صورة تكريم ليه. ومن ساعتها بقى بدأت أفكر في المصريين، بس مش المصريين اللي هم عايشين دلوقتي، بس المصريين اللي كانوا في الثلاثينات أربعينات وخمسينات. يعني بالنسبة لي مهم قوي. أنا شايف إن القاهرة من 50 سنة أو أكثر يعني كانت مختلفة. في تحرش وفي الزبالة وفي تغيير المدينة اللي بتتغير. حاولت يعني أركز في ده، وأن أنا أخلي الناس اللي هي بتتفرج على الصورة تستمتع بالصورة وتفكر، تقعد تفكر.